وللمزيد حول الفيضانات التي تجتاح العراق وطرق تعامل الحكومة في بغداد معها، ينضم إلينا الدكتور نظير عباس الأنصاري المتخصص في شؤون المياه عبر الهاتف من ستوكهولم. حياك الله دكتور نظير. الله يخليك، الله يحفظك عزيزي. دكتور، شوارع بغداد اليوم غارقة بالمياه وتحذيرات من حدوث سيول في 5 محافظات نتيجة موجة الأمطار المقبلة، يعني هل ترى أي استعدادات حقيقية من الحكومة في العراق لهذه الموجة؟ والله في الحقيقة شيئين مهمين لازم نذكرها بهالمجال. مثل ما تفضلت بالتقرير قبل شوية، نعم، البنى التحتية ما فيها اي اهتمام، يعني المفروض المجاري تكون جاهزه لاستيعاب هاي الكميات من الامطار. وانا نبهت من سنين انه راح تيجي فترات فيها الامطار غزيره في فتره قصيره فتسبب السيول. السبب الثاني هو تصرفات الحكومه الايرانيه. بالحقيقه مثل ما قال التقرير اللي تفضلتوا فيه، في سنين الجفاف يحولون كل الوديان إلى داخل مياه الوديان إلى داخل الأراضي الإيرانية. لا. وقبل كم شهر وزارة الموارد العراقية اشتكت بالحقيقة أو طلعت إعلان تشتكي من تصاريف نهري ديالة وزاب الأسفل اللي أصبحت قليلة جدا نتيجة تحويل هذه المياه إلى داخل الأراضي الإيرانية. ففي مواسم الجفاف يأخذون كل المي، من تصير سيول يفتحوها علينا، وهذا اللي صار العام أول العام، وكثير من الأراضي الزراعية والقرى الصغيرة تأثرت بشكل كبير. فلذلك المفروض أنه أكو تعاون أو تنسيق بين الجانب الإيراني والعراقي، بس هذا ما موجود. بالحقيقة إيران تتصرف تصرفات فردية، لكن من جانبنا كحكومة عراقية يفترض أنه نستعد لمثل هذه الأمور بإقامة السدود المطلوبة أو تحويل هذه المجاري بحيث أضرارها تكون أقل ما يمكن على الأراضي الزراعية والقرى والمدن. هذه الموجة التي تضرب العراق سنويا، لماذا برأيك لا تستعد الحكومة في العراق لها كما كل حكومات العالم المتحضر؟ والله أشياء كثيرة. هسه إذا نحكي على الوضع الحالي حاليا، الشأن الاقتصادي خطر جدا أو في مرحلة خطيرة جدا، لأنه حتى يعني الناس تشكي رواتب ما موجودة أو الرواتب تتأخر. هذه المشاريع تحتاج إلى أموال مرصودة لها وبدون أن يتلاعب بها. لكن دكتور، يعني لو كانت هذه الحالة حدثت في هذا العام فقط لقلنا أن الحالة الاقتصادية في العراق هي التي تسببت في حدوث هذه الفيضانات والسيول، لكن هي حالة متجددة في كل عام، وكانت ميزانيات العراق توصف بأنها انفجارية. صحيح. السبب الحالي هو الحالة الاقتصادية، لكن ما سبق هو إهمال بالحقيقة وسوء إدارة للموارد المائية. هذا اللي أريد أقوله، يعني إحنا ما عندنا خطة لمثل هذه الحالات الطارئة إطلاقا. نعم. والمفروض أكو خطة استراتيجية وخطة عمل لمثل هذه الأمور الطارئة، لكن مع الأسف نفتقر إلى هذا الشيء، لأنه آخر شيء نفكر به هو الموارد المائية. أو الوزراء السابقين أصلا هم مو مختصين بالموارد المائية، ما عندهم أي معلومة عن مثل هذه الأشياء، فلذلك ما حد اهتم بيها. هاي المشكلة الرئيسية. لكن أنا دائما أكرر وأقول أستاذ مهدي حاليا الوزير هو ابن الوزارة، فالمفروض أنه يغير طيب الاستراتيجية الموجودة وطريقة العمل. دكتور نظير، أنت أشرت إلى هذه النقطة والتقرير أيضا أشار إليها، أن إيران تسهم في كل عام في وقت السيول في تدفق هذه السيول إلى الحدود العراقية وإلى المحافظات والمدن المحاذية لإيران، لكن لماذا لا يصار إلى وجود توافق ما بين الحكومتين لمعرفة هذه الأزمة دون أن تقوم حكومة ديالى مثلا بإعلان حالة الطوارئ تحسبا لهذه السيول؟ أي. هذه بالحقيقة تحتاج إلى جهد حكومي كبير،
والسيد رئيس الوزراء المفروض بغض النظر من هو، المفروض أنه يركز جهوده على هذه النقطة، مو بس ويا إيران، المفروض حقوق العراق المائية من إيران وتركيا وتنظيم هذه الأمور تؤخذ بشكل جدي بمباحثات على مستوى عالي. يعني ما يكفي وزارة الموارد المائية تصدر قرار أو استنكار لما يحدث، هذا لا يجدي نفعا، لكن لازم أكو ضغط حكومي قوده السيد رئيس الوزراء في هذا المجال لتلافي هذه الأمور. هذا رأيي بالموضوع. دكتور نظير، أنت تكلمت عن حقوق العراق المائية مع دول الجوار، لماذا أصبحت هذه الحقوق في طي النسيان؟ الأسباب متعددة. أولا انشغال الحكومة العراقية بأمور أمنية وأخرى معروفة، وعدم الاهتمام في مجال الموارد المائية. طبعا ضعف الحكومة على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، هذا استغلته دول الجوار وأخذت، هم طبعا يعرفون كل الزين تأثير التغير المناخي وإلى آخره، فكل دولة تحاول أنه تأمن المياه المطلوبة لها، فهم دا يستغلون يعني ضعف العراق حاليا، إيران وتركيا، وتنفذ مشاريعها اللي تريدها بدون أي تشاور مع الحكومة العراقية. فالمفروض الحكومة العراقية تنتبه إلى هذه النقطة وتفاوض وتلح بالمفاوضة، مو بس على المياه، لأنه إذا احنا جربنا المفاوضات مع المياه مع تركيا أكثر من 40 سنة وما وصلنا إلى نتيجة. نفس الشيء مع إيران، حرب الخليج هي بالحقيقة على حقوق العراق بشرط العرب كانت، فلذلك المفاوضات يجب أن تكون شاملة، وهي دائما أنا أكررها، لازم تشمل الجانب العسكري والأمني والاقتصادي زائدا المياه، لأنه إذا نفاوض على المياه فقط ما راح يديرون نبال، لأنه المنابع عندهم وما يكترثون، لكن هم أمنيا يهمهم أمنهم. وإحنا نعرف أكو جهات معارضة لتركيا وإيران تشتغل داخل العراق، فهذا يهمهم. واحد. اثنين، إحنا نستورد مليارات الدولارات من البضائع من إيران وتركيا. ثلاثة، هناك العشرات من الشركات التركية والإيرانية تنفذ مشاريع داخل العراق، فهذا يهمهم. فلذلك إذا كانت المفاوضات شاملة ومن ضمنها المياه، راح نقدر نوصل إلى نتيجة معينة ونقدر نحقق ما يطلب العراق من حصته المائية. من ستوكهولم المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.